لهذا سيدنا الإمام الحداد عليه رضوان الله تعالى عندكم في القصيدة المعروفة قد كفاني علم ربي، يقول في آخرها: حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير. كلكم تحفظونها صح؟ يقولون أن من واظب على قراءة هذه القصيدة عند شدة يدركه الله بالفرج. إيش السبب؟ فيها سر من أسرار المعاملة، إلى حد أنه يقول: حاجة في النفس يا رب. قال بعض الصالحين يقولون أن المقصود بالحاجة قول الإمام الحداد: يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. بعضهم قال كذا. قال الحبيب أبو بكر: أنا سمعت من الحبيب عبد القادر غير هذا الكلام. قال إيش؟ قال الإمام الحداد يقول أنه يشتكي من نفسه، يقول: حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها والشواضي. اللظا والشواض من معاني النار التي هي في النفس. وبعد قال: في سرور وحبور، وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. بقى تدثر بهذا السرور متى؟ إذا سكنت نفسي وماتت وانتهى لهيبها وشواضها، أنا بأكون في سرور وحبور والهنا والبسط حالي. ما نيس حالي من الحال وحالي من الحلاوة، فالهنا والبسط حالي ما نيس حالي. بخلاف هذا صاحب العداوات مسكين، يبيت ويصبح في تعب وشدة، ما يرتاح ولا يطمئن.